السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين إن شاء الله. معكم أخوكم محمد من إند جيم. اليوم حلقتنا حتكون شكل غير، حتكون الحلقة بام 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 تيست تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله معكم أخوكم محمد، وحبينا اليوم نقدم لكم محتوى مغاير عن الشيء اللي متعودين عليه، حلقة خلف الكواليس لكل المقاطع اللي قاعدين نصورها خلال أسبوع كامل. زي ما أنتم عارفين كل يوم بننزل مقطع جديد، لكن في أشياء بتصير وراء الكواليس مضحكة جدا، فحبينا نشارككم فيها وإن شاء الله تعجبكم. قبل ما نبدأ، لايك شير سبسكرايب مفيد جدا لنا، ولا نطول في المقدمة وخلونا نبدأ. الدور الكبير إلا واخذ جائزة واحدة، واخذ جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في هذا الفيلم، في هذا المسلسل. الله يحرق شكلي. الدور الكبير 2. الدور هذا اللي كان عندنا اليوم. لايك شير سبسكرايب، وبإذن الرحمن القادم راح يكون أقوى وأفضل. لا نطول، إيش لا نطول، إحنا خلصنا. أجين، كيف هذه الختامية ولا عيدها؟ حاولنا نكتفي بهذه المسلسلين في توصياتنا لهذا اليوم، لكن المخزون أنا إيش بقطع لي؟ أنا قطعني هذا. اكتفاء 3. حاولنا نكتفي بهذه المسلسلين في توصياتنا، لكن المخزون الفني الكبير لإدريس إلبا أجبرتنا أن نصيب 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إيش أخباركم؟ نطلع الشفا اليوم، نطلع الشفا. وبس يا شباب، كده وصلنا للشفا. مع السلامة، تحياتي الأشواق الحارة. تلعب تلعب الكمبيوتر الفخمين، من لعبة فخمة، من منصة فخمة، من كل شيء فخم. ورجعنا نستكمل بقية المهمات الجديدة مع المهمات القديمة مع مدري شكله لعبة من حبايبنا متابعين انت جيم. السلام عليكم، معاكم أخوكم أحمد، واليوم عندنا حلقة جديدة في القناة. سألوني إيش هي، حقول لكم إيش هي. سألوني إيش هي، حقول لكم إيش هي. نروح مع بعض ناكل شيء. حبايبنا متابعين انت جيم، السلام عليكم، معاكم أخوكم أحمد، واليوم عندنا إضافة جديدة في القناة. اليوم عندنا حبايبنا متابعين انت جيم، السلام عليكم، معاكم اخوكم احمد، واليوم راح نعمل معاكم حاجة جديدة في القناة. طبعا لا مسلسلات، لا افلام، لا جيم بلاي، ولا اي شيء من هذا. اليوم عندنا انبوكسنج. ليش اخترنا نعمل معاكم الانبوكسنج؟ حلو، بس عدت الكلام كثير صح؟ نسجل واحد ثاني. انبوكسنج على اشياء، انبوكسنج بعد انبوكسنج. طبعا ابتسامة عريضة. حبايبنا متابعين كمبيوتر جيم، السلام عليكم، معاكم اخوكم احمد. اليوم راح نستعرض معاكم منتج، وحنعمل معه على حنعمل عليه انبوكسنج، وان شاء الله يجيبكم. حبايبنا متابعين العاب الكمبيوتر، السلام عليكم، معاكم اخوكم احمد، واليوم راح نستعرض معاكم منتج من منتجات العاب الكمبيوتر. ايش بنا غرز هنا؟ حنستعرض معاكم منتج. يقدر البرنامج يقول لك فين وقفت وايش عامل. والله ما صعبه. طيب يا حبايب خلينا ندقدق. اوبا لها بوكودا. طيب دحين حيكون التسجيل صوتي في شو اسمه هذا، في المسلسلات، حتعرف. حنقعد نعكعك لانه ما عاد في وقت، الساعه 1:30 لسه يبالي انا كمان نص ساعه الى ساعه عشان اخلص المونتاج.
تيست تيست الو تيست حبايبنا متابعين انت جيم، السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ عيدكم مبارك، وحنبدا حلقه جديده ان شاء الله تنال على اعجابكم، ونبغى مشاهدات يعني في الشاسيه. الحمد لله جوست اوف تشيما، فلا نطول، لايك وشير وسبسكرايب، وخلونا ندخل على مين؟ طبعا ندخل على الساموراي. هلو وبس يا شباب، هذا اللي كان عندنا اليوم لحلقة ما خلف الكواليس. أتمنى إنه الحلقة هذه تنال على إعجابكم، ولو عجبتكم أعطونا لايك، لو ما عجبتكم أعطونا ديسلايك. هذا اللي كان عندنا اليوم، تحياتي وتقديري لكم، شكرا لكل اللي دعمنا، ونطمح للمزيد والمزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.